وقلنا البالانس دايت لازم تحتوي على all the types of nutrients in appropriate amount, save, provide adequate amount of calories, promote and preserve health. حكينا بعد هيك عن الامريكان عن البالانس دايت شروطها، حكينا عنها وثم تكلمنا عن الفودز اللي في الدايت بيراميد، الهرم الغذائي لازم يشمل كل العناصر الغذائيه سواء كان كربوهيدرات زي بريد سيريل رايس ويت الى اخره، فيجيتابلز اند فروتس ملك ميت بولتري فيش دراي بينز اجز فاس اويل سويس الى اخره. للعدات الجايد لاينز فور امريكانز وهي مشابه في ثلاث او خمس اشياء مهمه عندك تكون اديكوت نيوتريانس وذ كالوريز نيدز، يبقى ناخذ التغذيه اللي بتزودني باحتياجاتي من الكالوريز. اثنين لازم يكون في ويت مانجمنت، ثلاثه لازم يكون في فيزيكال اكتيفيتي، اربعه لازم يكون ياخذ الفود جروبس اول ذا فود جروبس اند فود سيفتي سيف فود خالي من الهارمفول سبستانسز اند كونتامينتس. تطرقنا للميديترينيان دايت بيراميد وبنأكد انه هذا الميديترينيان دايت بيراميد انكرج ذا مونو انساتوريتد فاتس. كان غيرنا على الفود ليبل وقلنا هذا شيء الزامي، كل شركات تصنيع الاغذية لازم تحط ليبل طابع يشمل ما هي المكونات الغذاء اللي تم تصنيعه في المعلبات، قديش في كالوريز، قديش في دهون مشبعة، قديش في مينرالز، ايش المينرالز الموجودة، كمية الشوجر الى اخره. وصلنا لحد فود ليبلينج تيرمينولوجي في اشياء بنعرف. اذا كان عند الطعام الوجبة الغذائية كمية الكالوريز اللي فيها 40 كالوري اور ليس في كل وجبة بقول عنها لو كالوريك دايت، لو كالوريك ميل. يبقى كمية الكالوريز لما تكون الكالوريز الموجودة في الوجبة الغذائية الواحدة اقل من 40 او اقل بقول عنها لو كالوريك دايت، لو كالوريك دايت او لو كالوريك ميل، وجبة غذائية قليلة الكالوريز. كالوريك فري مينز واكتشفنا بنقدر نقول انه هذه الوجبه الغذائيه خاليه من الكالوريز اذا كان الكالوريز فيها اقل من 5 كالوري. يبقى الوجبه الغذائيه لما بتكون فيها الكالوريز اقل من 5 كالوريز بعتبر انه هذه خاليه من الكالوريز. طيب لو كالوريز دايت انه الكالوريز اللي فيها 40 او اقل. كالوري في دايت يعني خالية من الكالوريز، الكالوريز أقل من 5 كالوريز في الوجبة الواحدة. لو فات مينز الفود هاز نو مور ذان 3 جرامز اوف فات بير سيرفينج اور بير ميت جرامز اوف ذا فود. يبقى بقول عن الوجبة الغذائية لو فات دايت الدكتور قال بدك تاخذ وجبة غذائية قليلة الدهون لو فات، هذا يعني ان كمية الدهون اللي في الوجبة الواحدة مش اكتر من 3 جرام دهون او 100 جرام في الطعام كله، في الطعام ايش كله. فات فري مينز وجبة غذائية خالية من الدهون، دكتور قال بدك تاكل غذاء خالي من الدهون. ماذا يعني فات فري؟ means food contains less than 0.5 جرام of fat per serving. يبقى معنى الفات فري دايت معناها مثل كمية الدهون اللي فيها أقل من نص جرام في الوجبة الواحدة. low saturated fat means وجبة غذائية قليلة بالدهون مشبعة. وجبة غذائية قليلة بالدهون قبل الدكتور قال لك كل إشي كل دهون بس قليل دهون مشبعة، ما تكثرش من اللحوم ومن السمنة ومن الدهون الحيوانات. low saturated معناها
ميز 1 جرام اور ليس اوف ساتيوريتد فات بير سيرفنج، في الوجبه الواحده تحتوي على جرام او اقل. نشوف مع بعض سؤال مالتيبل تشويس كويستشنز. نو كالوريك دايت مينز اي 40 كالوريز اور ليس بير سيرفنج، بي 5 كالوريز بير سيرفنج، سي 3 جرام اوف فات بير سيرفنج، دي 1 جرام اوف فات بير سيرفنج. الاجابه الصحيحه 40 كالوريز اور ليس بير سيرفنج. طيب نواصل. ايش الترمينولوجي تبعت الفود ليبلينج؟ لو قال لك الدكتور بده ما بدك انت تاخذ الكوليسترول قليل من الكوليسترول، بتاخذ وجبه قليله من الكوليسترول، ماذا يعني وجبه قليله من الكوليسترول؟ means that low cholesterol means 20 milligram or less of cholesterol per serving. يبقى في الوجبة الواحدة كمية الكوليسترول اللي في هذه الوجبة اللي في الطعام المقدم لك في الوجبة بده يكون 20 ملغرام أو أقل، مش 20 جرام، 20 ملغرام أو أقل. طيب قديش الكوليسترول الطبيعي في الجسم؟ قديش في الدم؟ لو الدكتور قال لك والله بتشوف ان الكوليسترول، كوليسترول اقل من 200 ملي جرام. كوليسترول فري مينز ليس ذان 2 ملي جرام اوف كوليسترول بير سيرفنج. ها يبقى نصحك مسؤول التغذيه، المعالج التغذوي، اخصائي التغذيه قال لك بدك تاخذ وجبه غذائيه خاليه من الكوليسترول، ماذا تعني؟ انه يكون كميه الكوليسترول في الوجبه less than 2 ملي جرام بير سيرفين، اقل من ايش؟ من 2 ملي جرام. No added sugar means that no sugar or sweeteners. ها؟ ما تحطش سكر، بقول تحط السكر على الشاي، يبقى ما تحطش سكر، No added sugar. ها means that no sugar or sweeteners، لا سكر ولا الاشياء اللي بتحلي اللي هو الـ الشاي او القهوه. يبقى no sugar or sweeteners، مش بس شوجر واي اشياء اخرى بتحلي المشروب. اني نبقى no added sugar means تحط السكر، معناه تحط السكر يعني لا تضيف سكر ولا اشياء بتحل السكر. That no added sugar means that no sugar or sweeteners of any kind have been added at any time during the preparation and packaging. ايوه ما تحطش سكر ولا sweeteners في خلال عمليه التحضير والتعليب للعلالة المادة الغذائية. يبقى no added sugar means that no sugar or sweeteners of any kind have been added at any time during the preparation and packaging. Next. Low sodium means that less than 140 milligram of sodium per serving. لما يقول لك الدكتور لما يجي الضغط بدك تاخذ غذاء، بدك تاخذ اغذيه قليله الملح، قليله الملح، قليله الصوديوم. وقلنا ملح الطعام ايش اللي فيه؟ كلوريد صوديوم. يبقى يتركز كلوريد الصوديوم في ملح الطعام. كميه الصوديوم اللي موجوده في الوجبه الغذائيه تكون اقل من 140 ملي جرام، هذا يعني لو صوديوم. طيب very low sodium means less than 35 milligram of sodium per serving. ها يقدر نقول لك لو قليل لكن قليل جدا، اقل من ايش؟ من 35 milligram، قليل اقل من 140 milligram. لو very low اقل من 35 milligram of sodium per serving. نسأل سؤال صح وغلط. لو صوديوم دايت، لو صوديوم دايت means that less than 35 milligram of sodium per serving.
طبعا غلط، هذه فيري لو صوديوم، اللي اقل من 35 ملي جرام. طيب كوليسترول فري مينز ذات ليس ذان 20 ملي جرام اوف كوليسترول بير سيرفينج. خطا. ايش معنى كوليسترول فري؟ ليس ذان 2 ملي جرام، مش 20 ملي جرام، 2 ملي جرام، 20 ملي جرام اللي هو كوليسترول ضيق. طيب شوغر فري دايت ماذا تعني؟ نو ادد شوغر بات انكريز سويتنرز، اذر سويتنرز، انك انت ما تحطش سكر عادي لكن تحطش سويتنرز، لا يبقى نو شوغر فري دايت خاليه من الشوغرز اند اذر سويتنرز. نتعلم عن الفود كاستمز، هذا احد الاهداف. Food habits may be based on nationality, culture, and religion. في habit وفي custom. الhabit بتعود إلى الإنسان كشخص، بتعود على الشخص، لكن الكاستم بتعود على إيش؟ على مجتمع. يبقى الكاستم نحكي عن أفراد، عن مجموعة، بنقول customs. Customs هذا أو habits تعتمد على nationality، الجنسية، القومية، كلتشر، ثقافة، أندريجين، الديان. وهذا صحيح، تكلم عن اليهود بكل لحم الخنزير، المسلمين بكل لحم الخنزير، الصينيين بيعتمدوا على إيش؟ على الحبوب، واليابانيين والرز وإلى آخره. الشعوب الغنية بتعتمد على الدهون وعلى اللحوم وإلى آخره. فيبقى حسب الكلتشر وحسب ريليجن اند نيشناليتي. يبقى فود هابتس بي بيزد ان اول ذا فولوينج فاكتورز اكسبت. سؤال، فود هابتس بي بيزد ان اول ذا فولوينج فاكتورز اكسبت نيشناليتي، كلتشر، ادرس اند ريليجن. ما عدا ادرس، هو ممكن يكون ساكن في تركيا لكن عاداته التغذويه لا زالت في انسجام مع اللي هو المجتمع الفلسطيني. يبقى ما عدا الادرس، تتكلم عن نشاط امه، كلتشر، المجتمع، كوميونتي، كلتشر اند ريليجن. فود افيلابل، النقطه الثانيه، فود افيلابل ان سيرتن اريا مي بي فافورد فور ايكونوميك ريزونز. يكون الطعام الموجود في المنطقة ليش الناس بتفضله؟ لأنه الوضع الاقتصادي بحتم عليه.